تعالوا مع بعض نشوف عشان نحل مشكلة التبول اللا إرادي لازم نعرف يعني ايه هو وازاي وامتى الطفل بيبتدي ان هو يظبط حمامه من سن قد ايه. مشاكل التبول اللا إرادي ليها اسباب كتير. التبول اللا إرادي معناه ان الطفل عنده عدم قدرة ان هو يفضل او يظبط حمامه بالليل. لما يكون الامر يوصل لحد 6 سنين ولسه الولد بيتبول لا ارادي ليلا بشكل مستمر يبقى هنا مشكلة. يا ترى المشكلة دي ليها حل ولا لا؟